عثرت فرق الدفاع المدني في محافظة ينبو على 4 أشخاص متوفين بعد أن جرفتهم سيول وادي ثما جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة ومراكزها مساء الجمعة الماضي، حيث تم العثور عليهم من قبل الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وبعض الجهات المعنية والتطوعية بعد عملية بحث مستمرة في ظروف جوية صعبة، فيما لا زالت عملية البحث من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالمدينة المنورة قائمة للبحث عن طفلة تبلغ من العمر 7 أشهر مفقودة داخل الوادي.